على الساعة 5:55 دقيقة يعني كعشتها غير 10، تلقينا نداء من أجل انهيار عمارة على مستوى بلدية القصبة وهذا قرب مسجد كتشاوة. فور تلقي نداء نقلت الإسعافات اللي علمها كانت تمدد في 6 شاحنات زائد 6 سيارات إسعاف مدعمة يعني بفرق تقنية وكذلك فرق يعني للبحث تحت الردوم باستعمال كلاب مدربة. عملية البحث ما زالت متواصلة إلى حد الساعة هذه. للأسف يعني خرجنا فيه ضحيتين متوفيتين الله يرحمهم، يتمثلوا في شخص يعني بالغ وولد صغير، تم تحويلهم إلى مستشفى لامين دباغين. عملية البحث ما زالت دائما متواصلة إلى غاية يعني أنه نتأكدوا أنه ما كان فيه حتى ضحية تحت الردوم هذا.